مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان. أهلا بيكم ولقاءنا المتجدد أسبوعيا وبرنامجكم لقاء مع نعمة. النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة ومتميزة جدا عن كل الحلقات. هنتكلم فيها عن الجمعيات اللي بتقوم بدور الإسكان على أرض الواقع. جمعية أثبتت نفسها فعلا من أول يوم بدأت فيه، جمعية كان ليها بصمة في أرض العمل وبالتحديد في محافظة دمياط. النهاردة هنصطحب في الاستوديو، هيكون ضيف وضيفكم اتنين من عمالقة جمعية اسكان الضرائب العقارية بمحافظة دمياط وبالتحديد في مدينة راس البر. هم الدينم المحرك للجمعية. ضيفي وضيوفكم النهاردة في الاستوديو اللي هرحب بيهم المهندس السيد احمد حسن، برحب بحضرتك رئيس مجلس ادارة جمعية اسكان للضرائب العقارية بدمياط وبالتحديد راس البر. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، شرفتنا. طبعا الضيف الثاني الدينمو والعمود الرئيسي للجمعية طبعا الاستاذ محمد ابو بكر رئيس لجنة المشروعات، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك، مشرفيني طبعا النهارده في الاستوديو، وان شاء الله تكون حلقه مميزه هنتكلم فيها عن الاسكان والشقق اللي انتم بتقوموا بيها من خلال الجمعيه. بس قبل ما هنتكلم هنشوف الفيديو وهنرجع تاني. طبعا شفنا مع حضراتكم دلوقتي لقطات من الموقع الرسمي الخاص بجمعية إسكان الضرائب العقارية بمحافظة دمياط وبالتحديد راس البر. هنبدأ كلامنا النهاردة مع المحاسب الأستاذ السيد أحمد حسن رئيس مجلس الإدارة. في البداية عايزين نعرف من حضرتك نشأة الجمعية كانت إزاي والفكرة بدأت من إمتى؟ والله أنا بادئ ذي بدء. أولاً أنا أتقدم قبل أي شيء بالرساء إلى أهالي قرية الشيخ درغام، القرية اللي أنا بعيش فيها وأنا وأبنائي في وفاة المغفور له الأخ والزميل حسن محمد الديب، أثر حادث أليم ألم به منذ 3 أيام أو 4 أيام بالضبط رحمة الله عليه. وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه يتغمد الفقيد بالرحمة وأن ينزل الشفاء على ابنه أحمد، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب اللهم أمين، طبعا خالص التعازي ليهم وربنا يا رب يصبرهم. اللهم أمين يا رب.
ثانيا أنا بشكرك على اللفتة الجميلة، بنت دمياط الحريصة دايما على أنها ترتقي ببلدها بإعلام هادف وبشكل جميل جدا بأن حضرتك تستضيفينا النهاردة. حضرتكم مشرفيني في ربنا البرنامج. يبارك فيك، ده شيء يسعدني جدا. الشيء اللي يسعدني أكثر أن دايما إلقاء الضوء على ما نقوم به من مشروعات، ده بيعتبر هو الجائزة الكبرى اللي بنحصل عليها من الإعلام أو المسؤولين أو الأعضاء أو أي حد من اللي احنا بنقوم من خلال جمعيتنا بخدمته. في عجالة فندم لو قعدنا نتحدث عن نشأة الجمعية وما تقوم به من أعمال، احنا محتاجين إن شاء الله أكتر من حلقة أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن احنا في عجالة هنستطرد نشأة الجمعية على غرار 51 عضو من أعضاء الجمعية العمومية أسسوها. أستاذ محمد كان أحد المؤسسين معايا وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المشروعات بالجمعية. يعني حضرتك لقب أستاذ السيد بيقول لي إن أنت الدينم المحرك للجمعية. أكيد طبعًا طبعًا طبعًا، لا يعني الفضل لله سبحانه وتعالى ولهذا الرجل في أن الجمعية برضو تواصل مشروعاتها وتشتغل بفضل الله رغم ما يعني المكابدة في الأسعار. فيه كمان زملائي الأعزاء من مجلس الإدارة، أستاذ سيد الحواوشي، أستاذ سامح خضير، أستاذ عمرو قريش رحمة الله عليه، الأستاذ إبراهيم مسعد، الأستاذ علي مقلد، أستاذ سحر شومان، أستاذ فايزة مرسي أختي العزيزة وكتف في كتف، والأستاذ هانم أبو سمرة سكرتيرة الجمعية. أخاف إن أنا أنسى حد وقت ما أجي أتكلم، لأن طبعا عشان كده احنا بنقدم لمجلس إدارة الجمعية عموما كلهم تحية وتقدير، ربنا يبارك فيك، وبنتمنى لهم مزيد من التقدم على الإنجازات اللي احنا بنشوفها على الأرض الواقع. ربنا يبارك فيك يا رب. هو طبعا الجمعية أنشأت في سنة 2011 بعد الثورة، تم إنشائها تحت رقم 67 لسنة 2011. بفضل الله تعالى بدأت في مشترياتها ليكون لها درعا وسيف في 2012. بفضل الله تعالى اشترينا أول مشروع 2 فدان ونص، أقمنا عليه 12 عشة. بنسمي طبعا احنا عندنا الفيلات في رأس البر بالعشة، وده شيء وارد يعني الكل يعلم، كل الناس اللي بتيجي لراس البر عارفين النظام وعارفين الاسامي وفاهمين الوضع كامل. يعني ويا جماعه انا عايزه اقول ان الجمعيه مختاره موقع متميز جدا، لسه برضه هنتكلم عنه. يمكن احنا في بدايه الفيديو حبينا نعرض كده الموقع المتميز لجمعيه اسكان الضرائب العقاريه. هو طبعا اللي حضرتك عرضتيه دلوقتي هو جزء من المشروع الثاني بفضل الله تعالى الذي سيتم الانتهاء منه خلال هذا العام ونصف العام القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يكلل جهودنا بالخير والأسعار يكون فيها شيء من الاعتدال شوي. طبعا الجمعية أنشأت على غرار زي ما قلت قبل كده 51 عضو مؤسس. الآن الجمعية بتخدم 654 عضو من أعضاء الجمعية العمومية. طبعا كان في مصداقيه بالفعل علشان كده الاعضاء بدات ما شاء الله ان هي تزيد معاكم. اكيد الحمد لله رب العالمين. الجمعيه منشاه داخل اطار جبار من الجمعيات، يعني يحدوني على جميع الاتجاهات، سواء كان جمعيه العاملين بالمحاكم والنيابات او جمعيه الاوقاف او جمعيه الضرائب العامه او جمعيه الشهر العقاري وجمعيه العاملين بالري والزراعه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا من خلال جمعيتنا وجمعيه بلوزه ومن خلال جمعيتنا والعاملين بالتعليم الابتدائي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا بنمتلك حوالي 350 فدان في مدخل راس البر في الامتداد العمراني. هو الامتداد يسمى الامتداد العمراني لان طبعا راس البر بيحدوها من ناحيه الشمال البحر من كافه الاتجاهات شرقا وغربا وشمالا، اما منطقه الجنوب فهي طبعا هيبقى اخر راس البر ان شاء الله في المستقبل
القناة الملاحية اللي موجودة قدام الميناء. فطبعا احنا بفضل الله تعالى قدرنا ان احنا نشتري 6 فدان ونص، الحمد لله رب العالمين. اقمنا على 2 فدان ونص المشروع الاولاني. ايوه هاخد من من حضرتك فضل الكلام وهتوجه لاستاذ محمد. اتفضل. المشروع الاول بداتوه امتى وسلمتوه بعد قد ايه، يعني فتره زمنيه اللي تم تسليمه؟ لان في جزء في الفيديو اللي موجود مع حضراتكم ان في فعلا ناس ساكنه في قلب الموقع اللي هو المشروع الاول، صح كده؟ تمام طيب مظبوط ناخد كلام فكره عن سيادتك. المشروع الاولاني، ايه الصعوبات اللي واجهتكم فيه؟ تنفيذه كان في مده قد ايه لحد ما تسلم هو طبعا لاصحابه؟ تنفيذ المشروع الأولاني تم يعني الحمد لله بفضل ربنا وتوجيهات الناس اللي حوالينا، واشتغلنا 2016 انتهينا منه 2019، يعني خلال 3 سنين كنا أقمنا 12 عشة وتسليمهم للمجلس، والمجلس استلمهم، وبدأنا بعد كده نخش في مرحلة بقى اصطدام مع المية ومع الكهرباء، لغاية ما ربنا وفقنا وقدرنا نوصل نسبة اعدادات كويسة للمية الكهرباء. وفي ناس بالفعل ساكنة عندنا موجودة في المشروع ومقيمة باستمرار صيف وشتاء، وزي ما باين في الفيديو ان في ناس موجودة هستأذن حضرتك يا أستاذ مقيمة. محمد المخرجنا، بس ممكن تجهز لنا الـ 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 المشروع اللي هو جاهز اللي فعلا تم تسكينه؟ اتفضل اتفضل يا أستاذ محمد. ففي ناس مقيمة صيف وشتاء معانا في راس البر، واحنا هم اهلنا وفي الاول وفي الاخر زمايلنا في الشغل، لان هو المشروع بتاع الضرائب العقارية وابناء الضرائب العقارية، فهم عايشين في وسطنا زي اخواتنا بالظبط وزي اهلنا. وفي اي محاولة في اي اعاقة بتواجههم، احنا كجمعية وبرؤوس رؤساء السيد بنقوم بحلها وبإزالة المشاكل. بس هي الفترة ديت الكهرباء هي بس اللي بدأت تزنق علينا من تاني، وبعد ما كنا ماشيين حلو وبنقدم على العدادات وبنستلم عدادات، رجع العدادات وقفت. فأنا بنشد من هنا يعني معالي وزير محافظ دمياط الدكتورة منال عوض إن هي تكون معانا بإيجابية أكتر ما هي، لأن هي الواقفة في ظهرنا وهي مساعدانا في كل حاجة، واحنا في الاول وفي الاخر بنرجع لها لان هي القدوه الكبيره بتاعتنا في دمياط. طبعا احنا بنتوجه للدكتوره منال عوض محافظ دمياط بكل التحيه والشكر والتقدير على المجهودات اللي قايمه بيها داخل المحافظه واللي الكل لامسها وشايفها على ارض الواقع، وطبعا بنضم صوتنا لصوتك، واكيد هي طبعا في اي حاجه بتخدم هي اهالي دمياط مش ما بتتاخر. تتاخرش عن اي حاجه بنطلبها، بتستجيب، بتسهل لنا اجراءاتنا في اوراقنا، وكل ده بفضل منها يعني علينا في دمياط. تمام استاذ سيد، هو حابب تقول ايه؟ استكمالا للحديث اللي سبق، الحمد لله رب العالمين تم تسكين 138 عضو في عدد 12 عمارة، وتم تسليمهم العقود، والحمد لله رب العالمين يعني أنجزنا إلى حد 99% من المشروع، سواء كان في الوجه او في هم بيجهزوا لنا الفيديو علشان نعرضه للساده المشاهدين. او في التوصيلات او في المرافق العامه. هو طبعا المشروع الثاني هو ده اللي بيؤرق منامنا. المشروع الثاني طبعا اقيم في فتره زمنيه صعبه، كانت فيها الاسعار يعني في ازدياد في مستمر. ازدياد مستمر، وكان في مشكلة ان احنا نواكب هذه الاسعار طبعا، لان احنا بنشتغل بمدخرات الاعضاء. طالما ان العضو ما بيسددش فاحنا بنعجز على استكمال اللي احنا بنقوم بيه، رغم ان احنا طبعا بنستدين من المقاولين او من الناس اللي اصحاب المون اللي بيوردوا لنا مون والكلام ده كله، بس بنسعى دايما ان احنا ان شاء الله تعالى ننجز المشروع الثاني بفضل الله. بدأنا فيه استاذ محمد، احنا بدأنا في قال ان احنا بدأنا في المشروع الاول ما خدش اكتر من 3 سنوات، المشروع الثاني برضو ان شاء الله تعالى بدأنا فيه سنة 2000، وان شاء الله. طب الفيديو جاهز معانا على 2020. ايوه ده بالنسبة للعماير اللي احنا بنشتغلها دلوقتي في المشروع الثاني. ده المشروع الثاني. دول 219 شقة في عدد 16 يعني زيادة عمارة. عن المشروع الأول. أيوة زيادة عن زيادة عن المشروع المشروع الأول. الأول. أيوة
يعني ده 16 عام الثاني 16 ده 19 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يعني يزيد يا رب. في شقق 96 متر، في شقق 75 متر، شقق 85 متر ما شاء الله. عندنا طبعا مطل على جزء من المنطقة الخضراء، حاجة جميلة جدا. الشوارع الداخلية بتاعتنا 10 متر و12 متر و24 متر. عندنا مطل على سوق كبير حوالي مساحته حوالي 10 فدان، ده ان شاء الله تعالى بنأمل ان السيد المحافظ تقيم هذا السوق، هيكون فيه انفراجة كبيرة جدا في حتة السكن، هيخدم أكيد المنطقة أكيد. امتداد العمراني صح؟ ده اكيد طبعا. وزائد ان احنا كمان الطريق اللي خارج من عندنا اللي هو ال 24 متر داخل على طول على منطقة النادي الأولمبي اللي معمول، برضو معمول جنبنا نادي أولمبي جبار يعني، وربنا يعين القائمين على الرياضة في محافظة دمياط. زي ما أنا قلت إن أيوة المكان متميز جدا يا أستاذ سيد، جدا جدا جدا. وهيبقى بعد كده في المستقبل إن شاء الله كل الخدمات هتكون حواليه. أكيد إن شاء الله تعالى. أستاذ محمد أرجع لحضرتك تاني في الحوار، أنت قلت لي إن في بعض العقبات بتقابلكوا حاليا. والله هي من اهمها من مشكله الميه. الميه ولا الكهرباء؟ الميه. الميه الكهرباء يعني بفضل الناس اللي موجودين في محافظه دمياط وعلى راسهم الدكتوره منال حوض بدات تحل في المشكله دي، لكن الميه هي المعوق الرئيسي لنا. طيب دي المشروع اللي هو تم أيوة تسليمه بالفعل. ده أيوة اللي تم ده جاهز، ميه وكهرباء والناس فعلا ساكنه فيه صح كده؟ تمام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انا شايفه طبعا ان حضراتكم أيوة بتشطبوا على أيوة اعلى مستوى. لا تمام، في ناس ساكنه وفي بكل حاجه، في اهالي ساكنه دلوقتي، فيه غسيل منشور وحاجات غسيل يعني سكنوا خلاص بقى. وفي ناس عملوا جناين قدام المداخل بتاعتهم، حاجه جميله جدا يعني. لما بتشوفوا بقى كده بعد التعب اللي انتوا بتتعبوه، يعني المشروع اخد اقل حاجه زي ما احنا قلنا 3 سنين. بعد 3 سنين تعب ومجهود، وطبعا عايزين تطلعوا اول مشروع ليكم على اكمل وجه، حاجه تكون تشرف اسم جمعيه اسكان الضرائب العقاريه. لما بتشوفوا في الاخر المنظر ده والناس ساكنه والناس مبسوطه وبتشيد بيكم، ايه اللي بيكون احساسكم؟ ده طبعا احساس جميل جدا ان انك توصل لدرجه النجاح بـ 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 بهذا الشكل، وان يخلد اسمك على عماره من العماير او على مشروع من المشروعات مدى الحياه، ان انت اقمت مشروع كويس زي ده. وزي ما حضرتك قلت يا استاذ سيد وسط جمعيات كتير أكيد وشركات أكيد كتير أكيد، فيعني دي حاجه تحسب لحضرتك. اكيد اكيد طبعا. انا والله يعني ببتهل الله سبحانه وتعالى وادعوه دايما ان يكون التوفيق حلفنا في كل حاجة احنا بنعملها، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يكلل مجهودنا بالخير ويتم على خير، لان لو تم تسفيل ورصف الطرق الداخلية اللي تؤدي الى المشروع، سيكون مشروع ضرائب العقارية عبارة عن قرية نموذجية من القرى اللي بنحلم فعلا ان احنا نعيش فيه بإذن الله. بإذن الله تعالى. أستاذ محمد، إيه الامتيازات اللي جمعية إسكان الضرائب العقارية بتقدمها للأعضاء عندها؟ الامتيازات اللي احنا بنقدمها للأعضاء بتاعتنا إن احنا بنشتغلهم بسعر التكلفة وبأقل الأسعار طبعا، لأن هم بنشتغل بمدخراتهم اللي هم بيدفعوها، فعلشان كده احنا بنحاول نعمل منتج نظيف جدا وكويس زي ما انت شايفة في العماير، وبقل تكلفه لهم، لان هم معظمهم او ثلاث ارباعهم موظفين وزمايلنا، فربنا يوفقنا ويوفق الجميع ونعمل احسن واحسن واحسن كمان ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ سيد ارجع لحضرتك اتفضل. بضم صوتي لصوت الاستاذ محمد. وحصول العضو من اعضاء الجمعيه العموميه على وحده سكنيه في مكان مميز زي المكان ده، ده يعني يعتبر قمة الإنجاز. ليه؟ لأن هو احنا طبعا كنا كلنا بنحلم ان احنا نروح راس البر لمجرد المصيف بس، ما بالك النهاردة انا ما بقولكش لا صيف وبس، انا بقولك عيش داخل مدينة راس البر، وعيش بحاجة كويسة مناسبة يعني بالنسبة للمشروع الاولاني الشقة 96 متر متشطبة كاملة ومعها جراج ومعها ملكية عقارية حوالي 25 متر في أرض المشروع، ما وصلتش ل 350 ألف جنيه. ده المشروع الأولاني. ده المشروع الأولاني.
مشروع تاني هو اللي ارهقنا شويه في عمليه زياده الاسعار. زياده الاسعار زياده الاسعار دي خارجه عن ارادتنا، لان احنا شغالين بسعر التكلفه، وكل يوم والتاني الحديد في زياده، الرمل في زياده. يعني للاسف اللي احنا عملناه في المشروع الاولاني، المشروع الثاني يعني هو مش كنا بنحسب ان مش هيتعدى 30%، لا والله هو ممكن يتعدى اكتر من 60-70%، بس الحمد لله رب العالمين انجزنا فيه حوالي 75% منه. ما شاء الله، يعني انجزنا منه حوالي 75% مطبق، بس 25% ده يعتبر في حته التشطيب والفينش النهائي يعني باذن الله تعالى. هو طبعا انا طبعا يعني بوجه شكري وامتناني لكل اللي بيقدموا مساعدة للجمعية، سواء كان الجهات التنفيذية الموجودة في القاهرة على رأسهم السيد اللواء رئيس الاتحاد الإسكاني التعاون الإسكاني المركزي، والسيد رئيس الهيئة العامة لتعاونة البناء والإسكان، نزولا إلى جميع الموظفين سواء كان من المراقبين الماليين أو المراقب الإداري، نزولا إلى كافة العاملين التنفيذيين، وأقص بالذكر كل من يمثل مجلس مدينة رأس البر، وعلى رأسهم الآن زميلنا أخونا المهندس سامح الشربيني، شخصية محترمة جدا لما بنروح له في أي مشكلة حقيقة الراجل ده كل التحية والتقدير لمجلس مدينة رأس البر وجميع القائمين عليها. بنشوف رأس البر في مكان تاني بالتطورات الجميلة اللي بتحصل فيها، بنتمنى لهم طبعا مزيد من التقدم والنجاح. هو للتعديل هو ماسك الإدارة الهندسية الإدارة الهندسية في مجلس مدينة رأس البر، لما يكون في عندنا أي مشكلة الراجل بصراحة لا يعني لا يتوانى عن خدمة كافة الجمعيات. والله بأمانة يعني هو بيشور يعني شخصيا من الشخصيات المحترمة حسب ليهم طبعا. طبعا أشكر كل الداعمين سواء كان نفسيا أو ماديا أو كل الداعمين حتى بالكلمة الطيبة، وطبعا أخص بالذكر أهل منطقتي، أهل حي الزقازقة بقرية الشيخ درجان، ناس يعني زي ما بقولوا كده ناس فيهم الطيبة والقلب الطيب والكلمة الكويسة والجيرة الطيبة. كل الأمنيات طبعا كل التحية وكل التقدير، الناس فعلا زي ما احنا بنقول طيبين، وكل أهل مصر على كل الزملاء الموجودين معانا في جمعية إسكان الضرائب العقارية، سواء كانوا من أعضاء الجمعية العمومية أو من أعضاء مجلس الإدارة، كلهم لهم مني التحية على إن هم وضعوا ثقتهم فينا وكفلونا بفلوسهم لغاية ما أنتجنا الصرح الجميل اللي حضرتك شفتيه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون الافتتاح عن قريب افتتاح قيم جدا، وهيكون حاجة على مستوى كبير يعني حاجة جميلة جدا. بس نسأل الله يعني ان ربنا يكلل جهودنا بخير، والاستاذ المحافظ ان شاء الله يعني باذن الله طبعا احنا قدمنا يعني وجهنا للدكتوره منال عوض تشملنا ان شاء الله، هم طمعانين جدا في حضرتك وعشمانين قوي لانه هم شايفين حضرتك ما بتتاخريش عن اي حاجه. الطرق لو اترصفت يا استاذه نعمه، الطرق لو اترصفت هتسهل علينا الامن والامان في المنطقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ محمد تحب تقول ايه قبل ما نختم الحلقه؟ أنا بحب أشكر كل القائمين في الاتحاد التعاون الإسكان والتعمير والهيئة إن هم يعني بيبشرونا وبيتابعونا ودايما بالدعم في ظهرنا ودايما للأمام إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا يا جماعة وقتنا خلص بسرعة، لكن الكلام عن جمعية إسكان الضرائب العقارية بمحافظة دمياط وبالتحديد في مدينة السحر والجمال لسه مخلص، في تكملة إن شاء الله للحلقة، انتظرونا وبإذن الله تلاقوا دايما كل جديد وجديد وجديد من جمعية إسكان الضرائب العقارية برأس البر. بشكر حضرتك أستاذ سيد، بشكرك يا أستاذ محمد، شرفتوني. مشاهدينا الكرام انتظرونا الأسبوع القادم في نفس الميعاد وبرنامجكم لقاء مع نعمة.